مشيت كنجري الليدر الاخوات، خديت العجانه لمامتي وخديت البنات لاباري ديال البانيني اللي دايره ضجه كبيره. 15 اورو يا البنات فيها في اللوينات يا البنات. شوفوا ليا عرفتي اللوينات واعرين الاخوات، خديتهم في هذا الكاشاري هذا، كاين هذا الكموني هذا يا البنات، شوفوا ليا النوار ديالو عرفتي كيحمق البنات، اللوينات اخر ما كاين اختي القطه اللي حمقكم البنات. قلتوا ليا بشرى جاك غزال بغيت نرسلو اختي نفرح به مامتي يا البنات في هذا العواشر هذا. هي الوقيته البنات باش تاخذوا البيجامات، كتاخذوا بيجامات كاليتي غزاله والثمن خيالي يا البنات، اثمنه رخيصه والكاليتي طوب البنات. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بألف خير بألف صحة وبألف عافية. قولي يا بشرى اش هذيك الروينة وراك؟ اش غادي نقول لكم الاخوات والله العظيم من روينة واش من روينة. المهم اختكم بشرى بغات ترسل اختي واحد السويك للمغرب، بغات ترسل اختي سويك لمامتي وسويك اخواتي العدوزتي. المهم الزمانة ديالي وبغيت نبارطاجي معاكم هكا هذا الفيديو هذا اختي، نتحدث معاكم اختي وتونسوني اختي انا راه كدوخني الروينة. المهم اول حاجه غادي نبدا بها الاخوات على بركه الله، وقولوا لي الاخوات الراي ديالكم يعني فهمتوا. المهم اول حاجه غنبدا بها اختي هو هذا القطيطين هذا، عقلت البنات فاش بارطاجيتو معكم وحمقكم يا البنات والله الا ما شاء الله. جاوني بزاف ديال الميساجات بشرى جاك واعر بشرى جاك غزال بشرى، هو هذا القطيطين هذا يا البنات بلاتي اختي نوقف لكم. ها انتم يا الاخوات شوفوا لي ما شاء الله تيجي واعر 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 البنات. انا اختي اي حاجه كتجي زوينه واي حاجه كتعجبني اختي كنبغيها لمامتي، نكذب عليكم والله الاخوات عشقتو لمامتي اختي. غتقول لي بشرى حنا راه عندنا هذا الشيء، عارفه يا بشرى عارفه اختي عارفه، هذا الشيء اصلا جاي من المغرب فهمتوا البنات، ولكن اختي عجبني وبغيت نفرح به لمامتي فهمتوا الاخوات. المهم وباغا نرسلو لمامتي اختي فهاد سيدنا رمضان كيجي غزال ما شاء الله والله الا عشقتو ليها، ومع جاني زينه اختي ورطيب واعر والكاليتي البنات. راه خليت لكم النمره دابا نخلي لكم الفيديو ديال البنت في اول تعليق الفيديو اللي بارطاجيت معكم القنيطرات، راه موديلات واعرين يا الاخوات والله الا عجبوني شي حاجه واعره. راه بارطاجيت معكم البنات النمره من عند من خديت من الاخت اللي خديت من عندها هذا القطيط مات هذا. المهم هذا الاخوات غادي نرسلو لمامتي ها هو اختي تاعك غادي نرسلو لمامتي يا الاخوات. وهذا البنات هذا اللي كنت بارطاجيت معكم هذا الشوي بهذا كنت خديته لبنتي، جاني البنات بنتي انا دابا عندها 6 سنين ربع يعني 6 سنين ربع سنين فين كاينه ديال بشرى 6 سنين طالعه في 7 سنين، وهذا البنات واعر ولكن جاها طويله الاخوات. وبما ان الاخت ديالي الاخت ديالي كتلبس ايس البنات، عارفين بان عندي اختي صغيره كاينه مع الوالده ديالي كتلبس ايس لاطي ديالها، هذاك الشيء باش رسلتو ليها كيبقى قفيطين واعره البنات شي حاجه واعره غزال غزال. وغادي نرسلو ليها البنات حتى هي فهاد سيور رمضان لان غايجي قدها البنات فهمتوا، غايجي كبير على جا كبير على على يعني على بنتي. هذاك الشيء ان شاء الله غادي نرسلو للوالده ديالي نرسلو للاخت ديالي وتنكوموندي واحد اخر ان شاء الله على حساب بنتي. واعر 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 حمقني يا البنات وما بغيتش نقطعو علاش غادي نقطعو، نرسلو للاخت ديالي فهمتوا الاخوات. دابا سيدنا رمضان سيدنا رمضان اخواتي يعني كيف ما كنبغي نفرح راسي كنبغي نفرح حتى الحباب ديالي واللي عزاز عليا فهمتوا، يعني ديما ما تنساوش اللي عزاز عليكم والناس اللي فهمتوا الاخوات. المهم وغير نبارطاجي معكم اختي هانتوما يا البنات، واخا اختي راه الحال اختي سخان في المغرب ولكن معليش ماشي مشكل، انا ديما راه حتى العام اللي فات البنات اللي عقلتو راه بارطاجيت معكم ديما كناخذ انا الوالده ديالي البيجامات ديال البرد هاد الوقيته هادي كنصيفطهم ليها الله يتقبل، هكا كنقول لها ارسلي دوك اللي كنتي صدقيهم سبيل الله الله يتقبل، وهاد الجداد هادو خليهم يعني العام الجاي باذن الله، الله يجيب الصحه والسلامه ويطول العمر، الله يخلي ليا مامتي والله يخلي لكم حتى مهماتكم واللي متوفيه الله يوليها برحمه الله. الموزونه ديالي خديت لها هاد البيجامات هادو خديت لها هادي كتجي اخواتي هي والسروال ديالها كاليتي توب 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 البنات، الوالده ديالي كيعجبوها هاد السراول هذا شو البنات، خديت لها هادي وحده خديتها على فهاد اللون عجباتها هي البنات. انا راه اي حاجه كنصورها راه هادشي كاع عارفه هي شراها اصلا، الا ما عجبتهاش اختي كتمشي تبدلها فهمتوا، يعني اللوينات اللي غتلبس دوك تيعجب الوالده ديالي هاد الكاشاري هذا داك السومو، خديت لها البنات هاد الموديل هذا هذا اختي كيجي البنات هو السروال ديالو كاليتي واعره 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 طوب. ها نتوما الاخوات شتو خديت لها هادي جوج بيجامات، هادو البنات زوينين هادو كانوا دايرين لهم 70% كانوا بقاو لي الاخوات غير 6 اورو والمساند الرسمي بريمارك اختي، ما يمكنش اختي بريمارك ما تمشيش لينا ما تمشيش اختي للمغرب. عقلتوا على البيجامه اللي كنت بارطاجيت معاكم كنت خديتها ب 5 اورو الاخوات 5 اورو
هادي حتى هي خديتها لامي انت البنات هادي، يعني كنبغيها اختي تبدل، كنبغيها تبدل فهمتوا. ها هي اختي 5 اورو 12 اورو بقات ب 5 اورو ما عقلتوا عليها بارطاجيتها معاكم، كتجي زوينه زوينه يا البنات. المهم هادو ثلاثه البيجامات سخيخنين وكاليتي زوينه صبر وربنا صبر. المهم هادو البيجامات واخا كنقول صويك راه ما غادي يقدني صويك. المهم ام طبيعه الحال اختي قولي لي بشرى، واش فكرتي امك في اللوز ديال غونفري؟ واش انا نسى ميمتي؟ ها هو يا اختي اللوز ديال غونفري، واحد لميمتي وواحد لعدوزتي. ها هو الاخوات شفتو اللوز ديال غونفري كيفاش بليتي ما درتيش ليا اللوز؟ لا والله سير وصلوا لي قوي الباركه ميمتي. يا اختي ومن طبيعه الحال ليد لاختي هانتوما الكوكو البنات ديال ليد، ها هو خديت واحد لميمتي وواحد لعدوزتي وواحد ليا من طبيعه الحال. هانتوما الاخوات شفتو كوكو كيعجبني هذا كيجي مالح يعني مالح لا ولا سميتو. المهم انا رسلت لهم وخديت ليها هي الاخوات، عقلتوا على السريولات البنات اللي كنت بارطاجيت معاكم سريولات واعرين واعرين حيدو اختي الكرتونه هادو فنين كاليتي ارتطبه. الوالده ديالي كيعجبها هذا الستيل هذا، هما نورمالمون البنات حاطينهم في الغيون ديال الرجال، ولكن انا الوالده ديالي كيعجبها هذا الستيل هذا، يعني هذا غادي تلبس فوقه شي حاجه هكا شي بيجامه ولا لعيبه شي هكا من النوار من الفوق. ها هو اختي جاها اونسومبل ورطيطه البنات رطيطه برطيطه بحمقتني الكاليتي ديالو كيجيو في الجياب. دابا بحال دابا انا الوالده اللي كانت خارجه يعني خارجه ما كتلبسش بيجامه لتحت يعني بحال الجلابه ولا كانت لابسه عدايه ولا تقدر تلبس غير هذا لتحت وتريكو. قولي لي عطات تقول لي بنيتي فضحتيني يعرفوني فاش لابسه ديك النهاريات والله يا البنات ما ننساها. نهار كنت بارطاجيت معكم داك الفيديو ديال المشتريات الا كنت عقلته وكنت لقيت الكيلوطات انه وكنت شريت شي 4 ولا 5 الباكي وقلت لكم هادو راه لقيتهم طاي يعني طاي كبيره. انا غادي نقول الوالده ديالي قالت لي الله يا بنيتي الله ما شرب كيلوطات تما اش غنقول لكم والله الا كنت قلتني بالضحك الله يخليها ليا. المهم الزوينه ديالي عجبوني هادو هانتوما خديت ليها جوج ماشي خديت لها جوج البار كيجيو فيهم جوج كانوا دايرين 17 اورو وبقاو لي البنات ب 7 اورو كاين فيهم هذا اللون هذا وهذا الموديل هذا عجبتني البنات الكاليتي ديالهم غزالين غزالين فهمتوا البنات زوينين عجبوني الوالدة كيعجبوها هاد السراول هذا. المهم الزوينات ديالي خديت ليها اختي هنايا خديت ليها هاد البينوار هذا عقلتو يا البنات البينوار اللي كنت بارطاجيت معاكم كنت رسلتو للوالدة عقلتو يا الاخوات عجبها حمق هي البنات. ايوا اختي زدتها واحد اخر ها هو شفتو مادام معاه عجبها وقالت لي زين وبقات كتشكر فيه. يا اختي بحالاش غنقول لك ما شاء الله قلت لها والله يترسل لك واحد اخر ها هو يا البنات خديتو ليها شفتو ها هو عجبها وصلت لها نفس اللون قلت لها لا توسخ هذا كيسحبو كاع ما كتبدلي هانتوما عجبها كان مجبده اختي مجبده وبعدا اصلا مش غادي نرسل لها الميكا. شوف البنات هانتوما ها عرفتي عجبها عجبها ولكن اختي ديال اكسيو يا اختي وثمن رخيص ما شاء الله يا البنات هانتوما يا اختي شوف كي تيجي كي دايرين اختي لاباس عليكم اش كتعاودوا شوف علم زوينات وفنيون فنيون رطيطه بيو اختي عجبها والله يا حنينتي غير شي نافوغو يا البنات قلت لها جات نافوغو والله المهم جيت ارسل لك واحد اخر ها هو اختي شفتو ها هو البنات دابا عا كندير البنات راه من بعد غادي نعقد خاصني نزير هاد الشون ونقاد الساك مزيان البنات لان دابا كنحط عشوائي غير باش تشوفوا الاخوات فهمتوا. المهم اشنو خديت هنايا هنا البنات كاينين التوابات عقلتوا الاخوات على التوابات اللي كنت بارطاجيت معكم البنات عقلتوا على التوابات اللي عجبوه هيا البنات ها هما اختي بحركه تبليهم الله غيمشيو. كنت خديت ليها البنات هاد الكاشاي هذا الاخوات الا عقلتوا راه كاينين جوج كاينين سميتو هاد الكاموني والكاشري حيت خديت جوج البنات واحد العدوستي دابا شوف كنت غننسى ونخشي كلشي في الصاك ديال امي. شوف البنات كاين هاد الكاشري هذا خديتو لامي انت الكاشري يا البنات ها هو زوين والكاشري يا البنات العدوستي هذا خاصني نخليه على حساب الصاك ديال العدوستي وهذا وخديت ليها هاد النوار هذا اللي عقلتو يا البنات ها انتم مع الاخوات فنيون فنيون ها شفتو شتي دابا 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 الا تذكرت عقلتوا على ديك الجوهره اللي كانت عجباتكم بالقهوي اللي كنت خديت ليها بالشوكولا عرفتي راه بحال جات من عند الخياط ماشي من عند السيده اللي دارت ليها الراندا. الا عقلت الا عقلت غنخلي لكم التصويره ديالو هنا جا روعه يا البنات والله الا بحال جابته غير البارح قلت لي شوف بنتي راه ساليتو لي السيده جا روعه. الا عقلت غنخلي لكم التصويره ديالو هكا والا ما عقلتش اختي شفت شي فيديو اخر. المهم هذا ها انتم البنات ما سمعت ضربه فيا هذيك البوله ما عرفتش كيفاش مزيان شوف شفتو. المهم النوار اختي
النوار والكاشيري خديتهم لمامتي والكاشيري وهذا الكموني هذا الى عقلتو هذا ها هو البنات هادو ديال عدوستي ها هما البنات شفتو ناسيهم وغنديرهم بجوجهم كنت غنديرهم هنا في الصاك معليش ماشي مشكل حيت انا الوالده ديالي في بني ملال وعدوستي في الدار بيضاء كنسلهم ليها في ست ايام ماشي مشكل وخديت لها اختي عقلتو على جوهره ها انتوما يا البنات ها انتوما يا اختي وتقولوا لي ها انتوما تيعجبها ما شاء الله يا اخوات توما تيعجبوها التويبات ما شاء الله يعني بحال اي مراه يعني التويبات وهادي و تتقولوا لي هذا راه كنت ديجا في الطريقه قاديش معكم خديت لها اختي هادو ما التويبات اللي خديت ليها فهمتوا هادشي دابا مازال ما خرج شي جديد على حساب الصيف ان شاء الله دابا غادي يوصل مارس باذن الله يدخل مارس دابا ما هو غيدخل باذن الله وغيدخلوا يعني غيدخل الوقت غتبدا مزيان يسخن الحال وغيبداو الجديد البنات في التويبات المهم ها هانتوما هذا عقلتو على الثوب هذا كنعطاه ليا كادو عقلتو البنات راه كنت بارطاجيت معكم عطاه ليا كادو مصطفى هذاك السيد اللي كان كنصور عنده بزاف كنت كنهضر معاه وكنت كنهضر مع الوالده وقال لي عطيه للوالده ديال كادو ها هو البنات شفتو عطاه ليها قال لي هذا عطيه الحاجه شفتو البنات ها هو المهم هذا كادو ديال الوالده هذا البنات ما شريتوش ليها كادو الله يجازيه بخير هذا اختي كيجي لون فضي البنات هذا اختي كادو ديال مامتي خديت لها البنات في كارفو عقلت وكنت شريت قشرة الراجل اختي وعجبوني حتى هادو هما خديتهم لمامتي لا مارك ديال لوطو كانوا 5.99 بقاو شي 1.60 اختي هادو فيهم ثلاثة قشرة لمامتي عقلت اختي على السيكان ديال بريمار شحال بقى لي هذا 4 اورو نحيد لي اختي 4 اورو واخا كتفرج فيا تقول لي 4 اورو حيد لي اختي 4 اورو هانتوما اختي فحيدتي كي كنلصق اختي في يديها هانتوما باش تشوف 14 اورو خا غادي تفرج فيا شفنا تعاود تشوف الفيديو هانتوما يا الاخوات فنيون عجبني عجبني زوين زوين خديتو لها هكا اختي كيجي زوين من 14 اورو 4 اورو انتو خديتو للاخت ديالي الاخت ديالي اللي كاينه مع مامتي المهم الزوينه ديالي خديت ليها نتمنى من بعدا معاك هادو البنات المشتريات الاخرى اللي كنت بارطاجيت معكم ديال المارشي الباسكيت اللي كنت بارطاجيت معكم خديتها ب 6 اورو هادو الاخرين الماكياج ديال اختي خاصني ندير لها السويب والعبايه البنات اللي كنت بارطاجيت معكم عقلتو هادو المشتريات ديال المارشي اخر مره صورت لكم البنات هذه هي العبايه اللي كنت بارطاجيت معكم عقلتو هذه اختي كنت شريتها ب 10 اورو 10 اورو البنات وكنت شريت العدوزتي عقلتو البنات ديك الدراعيه ديال الكرونه ماشي الكرونه ديال ديك الدراعيه اللي كتجي من هنايا بحال فيها داك الموزون وسميتو واختي وديره ومبره واعره واعره غير هو البنات مع كامل احتراماتي دابا انا نبارطاجي معكم المشترك شحال من حدا كتقول لي واه كتشري غير لمامتك واه كتشري لا اختي راه في غلطه كنشري ديما لمامتي وكنشري ديما لعدوزتي ولكن البنات انا مامتي يعني انا عارفه يعني ما غاديش فهمتي ولكن عدوزتي مع كامل الاحترامات ما كنبغيش نبارطاجي المشتريات يعني كنخاف نتفهم غلط يقولك ما عارفه ما غيقولوش ولكن انا كنبقى احتراما لهم فهمتوا البنات يعني ماشي داكشي انا مامتي انا عارفه يعني ما فهمتوا ولكن ما كنبغيش فهمتوا كنخاف نتفهم غلط داكشي بالناس باش ما كنبارطاجيش معكم المشتريات ديال عدوستي وما غاديش نبارطاجي مع كامل الاحترامات الصاك ديالها كنتمنى تفهموني انا راه بحال مامتي بحال عدوستي راه ماشي كنقولها زعما حيت الكاميرا ولا تتشوفوني باش تقولوا بشرى الله يعمرها دار لا اختي انا عدوستي الله يعمر لي هاد الدار واحد الانسان اللي عمري ما وصلني منها ولو كلمه ديال العار بالعكس انا هي كتجي ديما من صفي واحد الانسانه الله يعمر ليها الدار الله يسهل عليها في حياتها والله يعطيها صحيحتها والله يسهل داكشي اللي بغات الله يسهل عليها لان فريمون مراه بمعنى الكلمه اقسم لكم بالله العلي العظيم كتمشي عندها ما كت راه بحال مشى عندها ما عرفتش شنو ما عرفت فين تحطك بحال ما عرفت شنو جا عندها فهمتوا الاخوات زعما يعني راه ماشي زعما تقولوا هكا لا اقسم بالله اللي عنده مامتو تهلا فيها واللي عنده عدوستو تهلا فيها وهادو البنات اللي كنت شريت من ليدن عقلتو يا الاخوات ما عرفتوش باقي فيها الثمن عاف جوج الاورو يا البنات جوج الاورو ها انتم يا الاخوات هادو كنديرها 16 اورو هادي اختي راه كنديرها 16 اورو راه كنقولها على حساب اختي فهمتوا البنات هادي كانوا داروا لها 3 اورو 34 وداروا لها جوج الاورو ها انتم البنات شفتوا جوج الاورو وخديتها على حساب اختي فهمتوا ها كنضحك معاكم هما راه فهمتوا عجبتني هكا زوينه لان الاخت ديالي البنات ما غليظاش الاخت ديالي يعني كتلبس لاطاي اس
ابقي وقع يا حسام ابقي وقع. وخديت لي البنات هذا عقلته بحال ديالي انايا، هذا كانوا داروا لي زواج الاورو عقلته يا البنات، راه كنت بارطاجيتو معاكم. كانوا داروا لي 4 اورو، كان ديال 4 اورو و15، وكانوا دايرين ديك 40% ديك الويكاند لي 40%، وبقى لي بجوج الاورو يا البنات، والله الا بقى لي بجوج الاورو. ها انتما جوج الاورو بحرك تبع ليه الله يمشي، بحرك تبع ليه الله يمشي. حرقتي خرجت ليهم الفيزا، دابا الفيديو كيجي طويل. حرقتي خرجت ليهم الفيزا. راسل ليها البنات هادو ديال لي زيكيس ديال الطفير هادو، وكنت اختي شريت ليها هاد البنات، كنت خديت ليهم هاد لي باسكيت هادو. كنت خديت اختي مشيت للكارفور البنات، وكانوا دايرين لهم 70%. عقلتو يا الاخوات 70% راه كنت بارطاجيتهم معاكم. ها هما كانوا بقاو لي ب 4 اورو 4 اورو. خديت وحده لميمتي حقا، كان غير هاد اللوين هذا البنات، يعني ما كانش شي لون اخر، شي كي تجي على مزوينات. ها انتم البنات فنه، خديت هاد اللون هذا اختي لميمتي، وخديتها ديال اختي يعني 41 ما شاء الله و 37. هذه لميمتي وهذه لختي هذا ساك عمر. وعاد هنا البنات درت ليها كونفيتشور، درت ليها داكشي تاع التخربيق فهمتوا البنات. هذا درت ليها ساك عمر، خاصني ساك اخر. كانت هاد الميمطه هادي كنت بارطاجيتها معاكم، كانت جات الاخت ديالي لبنتي رقيطه وعلى مزويناتها، وهي تقول لي امي، قالت لي زويونين داك اللوينات اللي فيها. امي غير كتقول لك زويونين داك اللوينات اللي فيها، وفهم يا فهم. قلت لها ما صافي يا امي، والله صدق جيتي تجيك اختي شنو البنات هما. وغادي نرسلها لها مادام اختي عجبها اللوينات ديالها. قلتها لكم كتحماق امي على هاد الليموني السومو اورانج، كيعجبوها هاد الالوان هادو بصحتها وراحتها. المهم هاد الفوطه هادي ديالتي راسلها ليها صافي. هادشي هاد لونسومبل هاد البنات كنت شريتو، عمري ما لبستو يا الاخوات، كنت شريتو من المارشي. ارسلتو اختي تعطيه في سبيل الله شي واحد، هذا زوين كنت شريتو من المارشي، عمري ما لبستو البنات. فن فن سميتو في سبيل الله الاخوات، درتو لها في الساك. المهم حيك لا طاي خديت اكس ال، ما غاديش يجي قد اختي. وهادو ما غاديش تلبسهم الوالده ديالي شوف البنات، عا كيتكمش هاد الثوب هذا اختي، تعطيه في سبيل الله زوين زوين، عيط تحدد البنات والله حتى غزاله ما شاء الله. المهم هذا البنات رسلت الكريم، راني كنت بارطاجيتها معكم في المشتريات ديال ليدل اللي كنت خديت للاخت ديالي البنات هانجوما، الكريم ديال سيان اللي كتستعمل الاخت ديالي. والله الاخوات الا شي حاجه واعره زوينه زوينه كنصحكم بها. كاينه هذه الكريم ديال ليدل، هذه زوينه البنات ورخيصه، راه كتبين لها 13 اورو 19 ودازت ليا في لاكاس ب 2 اورو 99. ها هي خديت لها 4، خاصني نحل الساك التالي لان هذا الساك عمر فهمتوا البنات. وسميتو خديت هذوك الديودور البنات، رسلت هذه الاخت ديالي لا مارك ديال دوف، خاصني نجبد ساك اخر. هادو البنات واخا تقال ولكن خصي كنبغي نرسلهم، كتقول لي ما ترسليش ليا راه ثقيله داكشي، خصني نشوف في الفيديو بدا كيجي طويل. هادو كنت خديتهم ب 70% البنات، راسله ليها جوج البنات، راسله حتى العدوس ديال الاخوات اريال لمي والعدوستي من طبيعه الحال حتى هي. ديما الاخوات انا كنرسل اريال لميتي ديما، وكنرسلو حتى العدوستي من طبيعه الحال. اختي هذا زويل تصبين، وكيعجبها كيعجبها الاخوات، واللي كيعجبها بصحتها وراحتها. راسله ليها البنات ثلاثه، هانتوما الاخوات شفتوا فيه، نقول لكم شحال فيه من التصبينه 39 اورو. فاش كيكونوا دايرين هكا دي بروموسيون كناخذوها البنات، فاش كنرسل ساكن كنرسلو لميمتي حيت كيعجبها. راسله ليها ثلاثه، راسله ليها هاد جلدوش هذا البنات، ما كتبغيش الوالده راسل ليها هادشي ديال جلدوش، كتقول لي يا بنتي غادي تخلصي عليه الغلا، داكشي باش غتخلصي عليه غنشريها انايا. ولكن اختي اش غنقول لك، الحال ما يشاور. الماسكارا اللي واعره ديما كنبارطاجيها معكم البنات، راسلها الاخت ديالي، كنديرها انا والاخت ديالي. وهاد العطوره كنبارطاجيتها معكم في المشتريات ديال المارشي هادو، خاصني نديرهم لها في الساك ديالو باش ما تمشيش الفوق. وخديت البنات هاد الفرفاره هادي، عقلت نهار كنت شريتها من ليدل البنات، خديت واحد كنتي كتاخدي وحده والثانيه غاتوي اختي، وحده خديتها وحده ها هي لميمتي شفتوها شتا وريتها ليها، وهي تقول لي زوينه بنيتك تا صافي عاديك زوينه طولتيها عرفتك بغيتيها. قلت لها تستاهلي زوينه ديالي. ايوا من طبيعه الحال العجانه اللي كنت بارطاجيت معكم يا احلى اخوات، خديتها لميمتي ب 30 اورو، ما عرفتش هي 30 اورو راه كانت فيها 30 اورو مصوره، ما بقاتش اختي خديتها ب 30 اورو. ها هي شوف البنات خديتها ب 30 اورو، خديت وحده لميمتي وحده العدوس، راه بارطاجيتو معكم الاخوات. المهم غادي نرسلهم لهم بجد باذن الله قبل رمضان الا كتب الله سبحانه وتعالى.
غير هو راه باقي ما هضرتش مع الناس. الا كنتو انتريسيت نقول لكم شحال رسلت يعني صافي غادي نعطي الراس اختي. واخا 30 انا كان قال لي 35 يورو جاتني غاليه، ولكن اختي ما غاديش نخليها عندي هنايا صافي مادام هذاك هو الثمن اختي ما عندي ما ندير. نتمنى ينقص ليا الحق. قالوا لي الناس بزاف الناس كتبوا لي ميساجات قالوا لي بشرى راه عقب نقصوا شويه يعني ما بقاش الغلا. المهم هذه بغيت نرسلها ليها اختي هكا قبل سيدنا رمضان. العجانه اختي ديال ليدل خديت لها اختي العجانه وطبيعه الحال عرفتي شحال ديال الاخوات غادي يشوفوا دابا غايقولوا لي ما شاء الله اختي لافاري ديال الطاكوس كيف ما عارفين اختي احلى متتبعات واحلى اخوات خديت الجان عقلتوا يا البنات ها انتم الاخوات ها هي خديت وحده ليا وحده لمامتي لان انا الاخت ديالي انا كيف عارفين اختي انا الاخت ديالي راه عندها ديبلوم ديال شيف يعني كطيب وشاف باتيسخي وشاف يعني في الطياب الاخت ديالي اللي مع الوليده ديالي الصغيره يعني وكتبغي اختي وكدير شهوات راه ما شاء الله كنقولها غير صوري لي وصيفطي لي نبارطاجي في القناه زعما صوري لي شي اوكلا صوري لي شي العيبات ونبارطاجي مي كتحشم فهمتوا الاخوات مي ما شاء الله ربي يحفظها نقولوا ما شاء الله اختي ربي يحفظها الاخوات اختي. وقالت لي بشرى راه بغيت هذيك البلانش هذيك ديال البانيت انا بغيتها قلت لها ولا بغيتيها سيري مع 8 ونص الليل الموزونه ديالو الحمد لله منين عقبت لقيتها ها هي اختي خديتها اليوم غادي نرسلها ليها باذن الله غادي نرسلهم ليهم. المهم زوينه ديال هادو هما المشتريات ديالي ومن طبيعه الحال ما ننساش مامتي ما تضحكوش عليا اختي ما تضحكوش عليا ما تنساوش اختي ديما اختي فين ما رسلت شي صاك والله يا البنات الا كنت سجلت واحد المقطع في اكسيون وعقبت نحيد وقلت غيضحكوا عليا وسميتو فاش شريتهم البنات هادو راه ما شريتش شريتهم لبنتي راه كنشريهم لمامتي يعني بحال الامهات كلهم الام ديالي انا يعني ما قراتش الاخوات والوالده ديالي كيبقى فيها الحال كتبغي تقرا القران كتبغي فهمتو البنات وكتمشي اختي كتعلم تقرا وتكتب يعني ما فيهاش العيب وراه كتكون دي فوا الناس كتكون شي عراضه عندنا في الدار ولا يعني في الحي هكا شي مناسبه وكتكون هذاك النهار عندها القرايه وكتمشي للعراضه وكنحيط لها كنقول لها ماشي انت في القرايه كتقول لي ايوا بنيتي واش نخلي العراضه كنقول لها طلطي ودابا غايقولوا لك سير جيب بنتك حنا كيقول لك سير جيب امك هي غايقول لها سير جيب بنتك كنقول لكم ما كتضربك الاستاذه الا ضربات قولها لي كنضحك معاها مي الحمد لله يعني كتمشي ولكن هي الاستاذه كتشرح وهي راه كتفكر هذاك الثوب ديال الجواره ما عرفتش من خياطه ندير لي والله هي الاخوات يعني الاستاذه كتشرح وهي كتقول لها ايوا شنو ندير لي مشايه في القهوه يعني هي الاستاذه اش غنقول لكم الله يعطيها النجاح دعوا معها بالنجاح المزوينه ديالي كنتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والله يا البنات ما كنتش معوله غنسجل اقسم بالله ولكن انا رسلت الحمد لله ديما كنرسل سيكان راه باقي البنات خاصني الدواء خاصني نزيد الدواء لانني كومونديت عليه على حساب لا فارماسي راه الدواء اللي كنت بارطاجيت معكم اخر مره البنات وكنت قلت لكم كيفاش غادي نرسلو مرسلو الفيديو غيجي طويل كنت رسلتو البنات ب 100 طوره 100 طوره الاخوات في لابوست يعني ارجون ودابا اختي غادي نشريه وغادي نصيفطوه في الدواء غادي نصيفطوه يعني مع الصاك حيت باقي ما تفتحش في المغرب بزاف الاخوات كيقولوا لي لا راه مقطوع لا الدواء ديال الوالده ديالي سبيسيال البنات ما كيتعطاش في لوبيطال وكاين يعني كيكون في لا فارماسي كيتشرى فهمتوا الاخوات. المهم الزوينه ديالي اي واحد الله يشافي ليه مامتي والله يشافوا ليا الله يشافي ليا مامتي دعاو معاها كنبغيكم يا احلى اخوات واحلى متتبعات وقلت لكم يعني في اخر لحظه قلت الله يسلم بارطاجي هذا الفيديو هذا مع الاخوات كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للاخوات يعني ديال عدوسي كيف قلت لكم يعني مع كامل احتراماتي ما غاديش نقدر نبارطاجيه كنبغيكم يا احلى اخوات كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش لي اختي الجيم والبارطاج واللي ما دايرش ابوني دير ابوني كنبغيكم بزاف يا احلى اخوات.